عن الصراع السياسي الدائر في البلاد. ثانيا، إلغاء انتخابات الرئاسة الباطلة وإلغاء ما يسمى بخارطة الطريق التي فرضها انقلاب عبد الفتاح السيسي بقوة السلاح وكل ما ترتب عليها من آثار. ثالثا، عودة المسار الديمقراطي الذي انقطع في الثاني من يوليو 2013 بإعادة دستور 2012 مع إجراء التعديلات المطلوبة عليه بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية وفقا للآليات المنصوص عليها في مواده. تشكيل مجلس رئاسي مدني له كافة صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في دستور 2012 برئاسة الرئيس الدكتور محمد مرسي وعضوية المجلس بستة أشخاص إضافة إلى شخص الرئيس بتشكيل يطمئن كل الاتجاهات السياسية والفكرية والقوات المسلحة وفقا لما يلي: أربع شخصيات تمثل كافة التيارات السياسية الليبرالية الإسلامية القومية اليسارية وتحظى بموافقة الجميع. عضو واحد يمثل المؤسسة العسكرية، شخصية مستقلة لها خبرة دستورية وتحظى بموافقة الجميع، ويتخذ المجلس الرئاسي القرارات والإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع البلاد والعودة إلى المسار الديمقراطي. وقرارات المجلس بأغلبية الأصوات وملزمة للجميع كما يناط به المهام التالية: ترتيب عملية إعادة تسليم السلطة، دي جت قبل كده معلش عشان حتة تانية، ترتيب عملية إعادة تسليم السلطة وإعادة العلاقات الصحية بين الجيش والمجتمع والمجتمع السياسي المصري وحسم مسألة عودة الجيش إلى ثكناته وانسحابه من العمل السياسي والحزبي. 2. استكمال الرئيس مرسي لفترته الرئاسية في ظل هذا المجلس الانتقالي لتجنب انتخابات رئاسية جديدة. توفير ثالثا، توفير مناخ الحريات اللازم للعملية السياسية بوقف نزيف الدم المصري ووقف حالة الاحتقان وحملات الكراهية التي تبثها أجهزة الإعلام ووقف الاعتقالات والتلف والتلفيقات الأمنية وتصفية أوضاع المسجونين والمعتقلين بعد ثورة 25 يناير وانقلاب 3 يوليو 2013. رابعا، تولي سلطة التشريع لمدة، هو المجلس كل دي مهام المجلس، تولي سلطة التشريع لمدة لا تتجاوز 3 شهور وحتى انتخاب مجلس النواب. خامسا، ولأن مؤسسة القضاء زجت بنفسها في الصراع السياسي فإن قرارات المجلس الرئاسي تكون غير قابلة للطعن لفترة محدودة ولحين انعقاد البرلمان الجديد حتى نضمن استقرار البلاد، فلا تعون قضائية في مرحلة بناء المؤسسات. أخيرا، تجنيد عمل المحكمة الدستورية، أو قبل الأخير، تجنيد عمل المحكمة الدستورية لحين استكمال بناء المؤسسات وتعديل الدستور. أخيرا، انتخاب مجلس النواب وانعقاده خلال 3 شهور وأن تكون الانتخابات بالقوائم النسبية غير المشروطة بأي شرط. وهذه مجرد رؤية مبدئية قابلة للحوار والنقاش، وربما تصلح مع غيرها كبداية للحوار حول مستقبل مصر.